عندنا 10 نقط هنتكلم فيها. ال 10 نقط دول عباره عن 5 دويت. يعني انا مش هخش على طول دايركت على الفاسكولار انستوميس، لازم نتكلم من بدري شويه. عشان اتعامل مع اي فيسك لازم واحد اعرف هاو تو هاندل ا فيسك. ثم هاو تو دايسكت اون ا فيسك. يعني زي اشرح احنا بنقول فيسل اكتر كلام بيبقى على الارتريس، لكن ينطبق الكلام الى حد كبير على الفينز بس مش بنفس القوه زي ما بينطبق على الارتريس. يبقى اول دويتو هنتكلم فيه هاو تو هاندل فيسل اند هاو تو دايسكت فيسل. نمره اثنين، عشان نشتغل على فيسل بعد ما خلاص ما الفيسل بقى دايسكت قصادي لازم ما ينفعش اشتغل عليه وهو فيه بلود فلوينج. فهنتعلم حاجتين، هاو تو كنترول ا فيسل، واللي بعد كده هاو تو كلامب ا فيسل. معايا؟ شايفين النقط ماشيه ازاي؟ يعني احنا هنتكلم عن الفاسكولار اسموزس تين بوينتس، عباره عن خمس ثنائيات. اول ثنائيه ها؟ هاو تو هاندل ا فيسل، هاو تو دايسكت ا فيسل. تاني ثنائيه ها؟ هاو تو كنترول ا فيسل، هاو تو كلامب ا فيسل. تالت ثنائية، أنا لو عندي فيسل مقفول وعاوز أعمل باي باس، فهنتعلم حاجة اسمها أرتريوتوم. وبنت عمها الدويتو بتاعتها لو أنا عندي فيسل مقطوع هاو تو فاشن ذا أرتيريال إند. قول تاني. يبقى أنا الثنائية التالتة لو انا عندي فيسل مقفول خلاص انا عملت دايسكشن وهاندلنج، انا فهمت هعمل هاندلنج ازاي، عملت كنترول وحطيت كلام. بعد كده لو هعمل انستموزس وباي باس عادي خالص فهنعمل ارتريوتومي او هنعمل وات ايفر. لكن لو الارتري مقطوع انت مش عاوز ارتريوتومي، هو مقطوع، انت هاو تو فاشن ذا اند اوف ذا. الثنائيه اللي بعد كده هي الثنائيه الرابعه، لازم ناخد فكره عن الفاسكولار نيدلز والفاسكولار سوتشرز. الثنائيه الاخيره لازم هنتكلم عن الفاسكولار سوتشرين تكنيكس اند ذا نوت تايم. اتفقنا؟ يبقى المواضيع اللي هنتكلم عليها كده هنتكلم على ايه؟ هنتكلم هاو تو هاندل ا فيسل، هنتكلم على هاو تو دايسكت ا فيسل، ها؟ فيسل كنترول، فيسل كلامبنج، ارتريوتومي اور فاشنينج ذا اند اوف انجرد ارتريز. وبعدين هنتكلم عن الفاسكولار سوتشرز اند فاسكولار نيدلز. وبعدين هنتكلم على السوتشر تكنيكس والنوت تايم. يبقى دي المواضيع العشرة اللي المفروض لما تخش على أي انتيتي اسمها فاسكولار انستوز تبقى عارفها. هاندلنج فيسل، بايسكشن فيسل، كنترول، كلامبنج، ارتريوتومي فور فاشنينج ذا اند، سوتشر ماتيريال اند نيدلز، سوتشرنج تكنيك اند نوت تايم. تعالى نبدا مع بعض. أول حاجة هنتكلم هاو تو هاندل فيسل. هو ايه الفرق بين فاسكولار سيرجن واي سبيشاليتي تاني؟ ان الفاسكولار سيرجن لازم يعرف هو بيتعامل مع ايه؟ بيتعامل مع فيسل. هل انا لما باجي بعمل مثلا سيروديكتو ات تايم بتلاقي نفسك بتحط صباعك وتعمل ديليفري للايه؟ للوب. يعني انت بتهندل السيرويد لوب جنتل بس فيها قوة وعنف شوية. الفيسل لا. الفيسل ما بيسمحش وما بيسامحش. ليه؟ لأن الأرتري لو أنت بتتكلم عليه، الأرتري معمولة من ثلاثة لايرز، عارفينهم؟ اللي هم مين؟ انتما وميديا وأدفنتيشيا والثلاثة ديليكت. خصوصًا لو الأرتري باثولوجيكال. وأنا غالبًا لما بعمل باي باس هيبقى في باك جراوند اوف استروسكلوروس، يعني سهل جدا الارتري يزعل منك. وبالتالي احنا في عرفنا لما بنيجي نهاندل الفيسل بنهاندل ذا فيسل
كانه اكسترا ديليكت ستراكشرز. انا مش بخوفك من الفيسكا، مش بخوفك من الارض، بس بقول لك عامله من هذا المنطلق. قرا مع بعض بنلخص الكلام ده. Blood vessels are far less forgiving than اي تشو تاني. متفقين؟ ليه؟ معمول من ثلاثة ليرز، كل لير منهم ديليكت. خصوصا لو هذا الارتر از ديزيز. يبقى هنطلع من ده بقاعدة بيقول لك يستحسن انك انت ما تلمس الفيسل، مش ما تلمس، ما تمسكش الفيسل. يعني نتحرك حواليه، ودي البوينت اللي لما نيجي نقول هاو تو ديسكت ذا فيسل، احنا بندسكت التيشوز اوف ذا فيسل، مش بندسكت الفيسل اوف ذا تيشوز. فاهمين؟ يعني كانك بتبعد التيشوز عن الفيسل فيفضل لوحده، مش قاعد ماسك في الفيسل وبتزيح التيشوز بعيد عنه. فالحركه دي ان امسك ننطوز وامسك الارض كده يستحسن ما تعملهاش. يستحسن. احنا بنعملها امتى؟ بنعملها احنا لما بنحب نشوف الفيسل ده مليان بالسوبس ولا لا. بس انا بقول لك لو انت بتراكتس بقى وتخلي المارس بتاعك كويس، مفيش داعي ان انت تمسك الفيسل باي اله. الفيسل هيحترق. ودي اول نقطه ان احنا بنقول اتس بيتر نيفر اتس بيتر. معنى ايه؟ احيانا هنعمل احيانا، بس خلي الاحيان دي في الحدود، خلينا نحط القاعدة الكبيرة. It's better never to grasp the ايه؟ the visible between forces. بعد القاعدة ايه؟ الخطوة الثانية، يبقى عملنا كم خطوة؟ How to handle ايه؟ the visible. دي خطوة من كم؟ من 10 خطوة. الخطوة الثانية How to dissect a vessel. لسه بقول لحضرتك It's better not to grasp the visible between forces. طب احنا هنعمل ايه؟ احنا هنجراسب التيشوز، او لو اضطرينا نتعامل مع الفيسل بس بلا ماسك. طب يعني هنعمل ايه؟ قال لك قدامك الاتي. قال لك هذه الخيارات الثلاثه عشان تدست الفيسل. ايه الخيارات الثلاثه؟ قال لك اول حاجه بدل ما تمسك الفيسل، لا بتمسك التيشوز ادجيسنت للفيسل. يعني انا بقعد افتح 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 في التيشوز لغايه ما الاقي نفسي قربت من ايه؟ من الفيسل. انت طايم في لير هتفتحها هتلاقي الفيسل. عاوز تشرحه بقى من السراوندنج، بدل ما بمسكه هو بمسك التيشوز اللي حجمه ميديال ولاترال وابدا اشرح الفيسلز دي، التيشوز دي بعيد عن الفيسل. لو تاخدوا بالكم النون توز ماسك ايه؟ الفيسل ولا التيشوز اراوند؟ التيشوز اراوند. والرايت انجل او موسكيتو بيشرح الفيسل التيشوز دي من الفيسل. طب احنا ماسكين الفيسل؟ طب احنا ماسكين ايه؟ التيشوز اراوند. يبقى دي اول حاجه تراكشن انيبلنج ايه استراكشن. الحاجه الاخرى انا ممكن اشرح الفيسل من غير ما امسكه، لكن اجيب النون توز فورسبس وهو مقفول. وهو ايه؟ مسكت الفيسل؟ لا ده انا بس عامل ديفليكشن للفيسل. وبرضه بشرح التيشوز اراوند. الكلام ده مش ينطبق على تيشوز ميديال ولاترال، وبنزل بيهم از ماتش از يو كان تارجتنج ان هم يقابلوا بعض في الاخر. يبقى انا كده شرحت الفيسل. الحقيقه انا شرحت التيشوز اوف ذا فيسل، ما شرحتش الفيسل اوف ذا تيشوز. يعني انا بعت التيشوز دون ان امسك الايه؟ الفيسل. لغايه دلوقتي احنا ما مسكناهوش، لكن بيلمسوا. اه الخيار الثالث ان انا ممكن ان كان ولا بد هتمسك، فانا ماسك الادفنتيشن وابدا اشرح الفيسل في ناحيه والادفنتيشن السراوندنج تيشوز في ناحيه ثانيه. يعني ان كان ولا بد هتمسك من الفيسل، هتمسك الادفنتيشن فيري ديليكت. تعال نجمعهم مع بعض في كلمه كده هو بتقول ان انت الالترناتيف to handle a vessel. يعني بدل ما حضرتك هتمسك الفيسل during dissection، لا اعمل بدائل. ايه البدائل؟ يبقى attraction on neighboring structures. البديل الثاني استخدم النون توز وهو مقفول واعمل deflection لايه؟ للفيسل. البديل الثالث ان كان ولا بد هتمسك، تمسك الادفنتيشيا very ايه؟ lightly وتعمل dissection.
كده كام حاجة؟ فاضل ايه؟ 8. هنخش على حاجة اسمها فيسل كنترول. يعني ايه فيسل كنترول؟ ما انا ممكن امسك يعني شرحت الفيسل واروح حاطط كلام وكلام بقى في بروكسيمال كنترول وديستال كنترول بكلام وافتح بقى واكمل. ايه رايك الكلام ده بعد ما فتحت الارتري الكلام بفلت هتعمل ايه؟ لازم عندك كنترول. كنترول يعني لجام. عارف لما الواحد عنده فرس بيكنترول ازاي؟ بالجام. فاحنا بنلجم الفيسل برضه عشان كنترول الفيسل هنحط لجام. لجام اراوند الفيسل بروكسيمال ولجام اراوند الفيسل ايه؟ عشان احط لجام اراوند محتاج حاجه اسمها ايه؟ سيركمفرنشال دايسكشن عشان يلف مش كده ولا ايه؟ توبتين فاسكولار كنترول يونيت واحد ها؟ سيركمفرنشال دايسكشن يعني سعادتك تقدر تدخل جوز الاله اراوند الارض صح؟ تاني حاجه عشان يبقى فيه كنترول هتحط اللجام بقى انك انت هتباص لايه؟ السلينج كيرفولي باصنج سلينج يوزنج رايت انجل فورسبس. وهنا بتبدا المشاكل في الحركه دي. انا نيتي خير عاوز اعمل ايه؟ فيسل كنترول. محتاج ايه عشان اعمل فيسل كنترول؟ سيركمفرنشال ديسكشن وبعدين جنتلي باصنج سلينج. هنقول السلينج دي تبقى ممكن ايه؟ ممكن تبقى نايلون تيب زي كده. كان في ناس بتجيب البتاع بتاع الستاير ده وتعقمه تستخدمه نايلون تيب، لا في ديديكيتد نايلون تيب. والناس تستخدم القسطره الميلاتون اللي هي مقاس كام؟ 6 احن. لو ماسك كبير ممكن 8. وفي ناس كانت في حاجات رابر كده بتتباع رابر سلينجز. وفي ناس لو بيسك صغير تعدي عليه ستيتش توايس كده كانه بيسك كنترول ستيتش تخين يعني مقاس 0 او 1. حرير 0 او 1 0 او 1 ايا كان الحرير ارخص حاجه. طيب احنا عشان نعمل القصه دي اصلا عاوزين نعمل سيركمفرنشال دايسكشن عشان نباص السلينج. تيجي المشكله هنا وساعتك وانت بتعمل سيركمفرنشال دايسكشن هتيجي عند حته هتلاقي في تيشوز لسه مش دايسكتد فساعتك تروح داخل بالرايت انجل عشان يطلع جوزه من الناحيه الثانيه. يطلع بوزه من الناحيه الثانيه مع هيرويك بليدنج. انت عملت ايه؟ انت عورت حاجه. يعورت القطر يعورت حاجه جنبيه. علشان كده بنقول لما تيجي تعدي بوز الرايت انجل يستحسن تكون سلكت التيشوز ميديال ولاترال لغايه ما بقى في ويندو ترانسبارنت. اقدر ادخل فيه ايه؟ الرايت انجل سيف. الحاجه الثانيه ان دايما القطر يبقى جنبيه في فين. فتحب تدخل جوز الرايت انجل اراوند ذا ارتري جوز توردز ذا فين ولا اواي فروم ذا فين؟ اواي فروم. تعال نسمع الكلام ده. يبقى احنا بنقول عشان نعدي الرايت انجل جوز الرايت انجل لازم يبقى التيشوز كلها ايه؟ ترانسبيرنت. ولكن اوعى اوعى يجي لك كده من جواك عاوز اخلص فتلاقي نفسك بتبوش الرايت انجل او الانسترومنت في انفيزبل سيرفيس انت مش شايف لسه ما عملتش كومبليت دايسكشن ميديو ولا غالبا هتعمل ايه ادفيرتنت ايه انجن بيشنتلي يعني ايه بيشنتلي بصبر ريتيرن تو سيزر دايسكشن او حتى بسكوتو دايسكشن انتل اول ذا انترفينينج تيشو ما بين ايه الميديو لاترال اسبكت از كلير. لما تبقى كلير وانت بتعدي الرايت انجل بتبقى سهل تشوف جوز الرايت انجل. بقى سهل اخليه ايه؟ يعدي. النقطة الثانية the right angle forceps are passed around the arteries in a direction ماله away from the liver. كل قاعدة لما بنقولها بنحب نأكد عليها أكتر من مرة وهنأكد عليها تاني. في أنواع السلينجز اللي لسه قايلين عليهم ممكن يبقى السلينج ده عبارة عن إيه؟ بيسموه نايلون تيب قماش او كاسيتر زي نيلاتون مقاس 6 فرنش او رابر باند ديديكيتد سلينجز او ثريد خيط تخين حرير واحد ولا حاجه على سمول فيكس مول. قواعد اللي لسه قايلينها اهو
to obtain vessel control, you need circumcision, circumcision و باصي عشان تبقى جاهز للخطوه اللي جايه اللي هي اسمها ايه؟ كلامبنج. القواعد بنقولها تاني، ريزيست تمبتيشن تو بوش الرايت انجل في تيشوز انت مش شايفها لسه مش كلير، يرجع تاني يشرح لغايه ما تبقى كلير عشان تعدي جوز الرايت انجل سيف. القاعده الثانيه بتقول دايما جوز الرايت انجل يبقى ناحيه ولا اواي؟ اواي. هل الكلام انا كان نفسي يبقى معايا كلام، قعدت ادور يبقى معايا باسكولار كلام، للاسف مش عارف احطه فين. كنت بجيب الباسكولار كلام وامسك الكلام على ايدي كده. انت لو مسكت اي اله من قدامك تحطها ايدك كده ما تقدرش تقفلها. الباسكولار كلام اسمه نان كراشنج كلام. فهل هو عشان نان كراشنج ممكن اختار اي كلام من اي حاجه؟ لا. خد بالك في الكلام عندنا اربع كلمات عاوزين نعرفها. ايه الاربع كلمات اللي عاوزين نعرفها في الكلام؟ اول كلمه اسمها سيلكت. يعني ايه؟ قدامك كلامبات كتير، ايش صغير وايش كبير، وايش ستريت وايش كيرفت، وفي شيء دبل كيرف، وايش كلام وايش حاجه صغيره اسمها بالضبط. تختار انهي واحد؟ الديبنز على حجم الفيسل ومكان في الفيد اللي قصادك. فعشان كده اول حاجه اسمها ايه؟ سيلكت. يبقى مش بتقول للعيان للحكيمه هاتي لي باسكولار كلام، لا، انت كل حاجه ليها اسم. ستريت باسكولار كلام، كيرفت باسكولار كلام، ساتينسك كلام، تمام، بولدوج، حسب حجم الفيسل اللي هتحط عليه الكلام. دي نمره واحد. نمره اثنين، اوعى تاخد الكلام من الحكيمه وتحط، حتى لو لقيت انت عارفها. Every time you have to test. يعني ايه تيست؟ اجي في السينر ايمننس كده واحط الكلام واعمل فول راتشنج. يعني ايه فول راتشنج؟ وتسمعوا الخط الحرفي ده اسمه فول راتشنج. اعمل فول راتشنج يحصل ويزود ذا مينيمم ديسكمفورت، ما فيش حتى ديسكمفورت. هو اسمه كده نان كراشنج كلام. لو لقيت فيه ديسكمفورت يبقى الكلام ده مش كويس. يبقى غالبا مهما ما تحطه على ارتري هيعمل انتمال انجن. فاستبعده. اختار واحد تاني. يبقى تاني كلمة بعد ما نسلكت نعمل ايه؟ تيست. بعد ما نتيست انا هحط الكلام. في ناس تحط الكلام على الفيسل كده دي حطه، وفي ناس تحطه على الفيسل كده دي حطه، وفي ناس تحط على الفيسل كده دي حطه، وفي ناس تحطه على الفيسل كده. يبقى مكان حطه الكلام قسم. يعني ده انا العرف لو انا بشتغل على فيمورال مفروض في اسيرومتس بلاك تبقى ورا، فتحب تحط الكلام بكده ولا تحب تحط الكلام بكده؟ قال لك لو حطيتها كده يبقى انت بتكرش البلاك اللي ورا، لكن نحطه بالعرض كده. الحاجه الثانيه، لو انا فيلد تحب الكلام يبقى ثابت ولا يبقى بيقع بيتحرك؟ ثابت. فحطه في الكلام اللي يبقى ثابت على السكين اراوند او الفيلد اراوند من غير ما يقع. نمره اثنين، تحب الكلامبات تبقى طالعه زي العمدان المسلح كده وانت بتشتغل بينهم، ولا تحبها تبقى مبعوده وفاتحه فيلد؟ يبقى تالت كلمة حاجة اسمها بليسمنت، وضع الكلام. يبقى في الكلامبنج ده مش كلامب وخلاص. سيلكت، ها؟ بس ها؟ بليس، آخر حاجة كلوز. أوعى يبقى ودنك من الودن اللي هي بتحب تسمع صوت ده. لا، ده أنا ممكن بس ده كفاية. يعني ما تعملش فور راتش. انا بعمل كلوجر اللي جاست يوقف الفلو. اكتر من كده انت مش محتاج. لو عملته انسس كنت هتقول لي ما هو نان كراشنج. اه بس انت مش محتاج. طب ليه؟ معايا؟ فدي نقط مهمه جدا في الكلام. تعال نقولهم مع بعض نرجع نكمل. يبقى الكلام من فيه كام نقطه؟ اربعه. ايه الاربعه دول؟ ها؟ سيلكت، تيست، بليس، كلوز. ادي اشكال كلامبات مختلفه. هنسلكت السايز والشيب والسترينث حسب الفيسل تو بي كلام. كلمه سلكت. وبعدين هنتست على ايه؟ على سينر ايمننس. وبعدين هنبليس. احنا قلنا اتجاه
اتجاه وضعه وما يلفش و و و دي كلمه مهمه. ثالث حاجه، شايفين مثلا الكلام ده تمام، الكلام ده مرتاح على الجلد. طب بصوا الكلام التاني ده واقف في الهواء، انهي الاحلى؟ المرتاح. ليه؟ مش هيتحرك وفاتح فيل. طب اللي واقف في الهواء هيروح مرمي يمين او مرمي شمال او مرمي كده، وفي نفس الوقت لو انت سايب كده مش فاتح فيل. اخر كلمه كلوز، القفله يا دوبك اللي تقفل ايه؟ الانفلو. يبقى الاربع كلمات دي مهمه جدا. حطينا الكلام ورا الكلام ده، او ديستال للديستال وبروكسيمال للبروكسيمال، في سلينج. اصل الكلام لو فلت خدت السلينج وحطت الكلام تاني. طب هو ايه اللي يخلي الكلام بيفلت؟ انت. يعني ايه انت؟ يبقى في واحد ماسك لك الكلام كده. طب انت احيانا تحب حد يمسك؟ احيانا. لكن لو ما فيش حد ماسكه يبقى افضل، يبقى مرتاح على حاجه. طب لو حد ماسكه ما يمسكش الكلام كده، يمسك الكلام كده. طب ايه الفرق؟ ان لو ماسكه من التو هاندلز ممكن باي حركه اراديه يفتحه، لكن انا عمري من ايد واحده يتفتح. يتفتح ازاي بايد واحده؟ ماسكه بايد واحده. طب انت ليه اصلا تمسكه؟ قال لك احيانا ببقى عاوز اقرب التو اندز لبعض. لما تقرب التو اندز لبعض برضه ما تمسكوش كده، تمسك من ناحيه واحده وتقرب. تقرب ليه؟ على الاقل ما بقاش في تنشن في الاول، ويبقى بنقرب وبنبعد بحرص. اللي بيها برضه اللي بيشتغل ما يبقاش التو اندز قافلين كده وعاوز يشوف. تمام؟ وده اللي بنقوله في تكمله الايه؟ الكلامبنج. لما امسك الكلام المسكه دي مش مستحبه، امسكها من وان هاندل تمام؟ وانت قربه تبقى من وان هاندل، ويبقى البوش ستي بوش ناحيه الايه؟ الانستروس. كام حاجه لغايه دلوقتي كده؟ اربعه، اليمين هاندلنج سكشن كنترول كلامبنج. تعالى بقى نعمل ارتريوتومي او نعمل فاشلي لو في انجن. تعالى نعمل ارتريوتومي، يا ترى نعمل ارتريوتومي بالطول ولا بالعرض؟ يعني عاوز اعمل انستموز؟ لا، اصل مش كل ارتريوتومي فور انستموز. زي مثلا انا بعمل ارتريوتومي بفتح في الارتري، فافتح في الارتري حسب انت هتعمل ايه. لو انت هتعمل بس ارتريوتومي عشان تطلع امبولس بفتح بالعرض، انت مش عاوز اكتر من انك انت تعدي فوبرتي استرق بالدوله الفخ وطلع الايه؟ الامبروس. لكن لو انا هعمل انستموزس ما ينفعش افتحه بالعرض، افتحه بالطول. طب حلو، يبقى العرض والطول حسب مين؟ حسب هتعمل ايه؟ طب نفتح بالعرض قد ايه؟ ونفتح بالطول قد ايه؟ تفتكر كلمه 2 ل 3. طبعا انتوا اللي منكم مش شغال فاسكولار الحته دي مش هامه قوي، ولكن ات تايم ممكن تهمه. ليه؟ لان حتى لو في ارتيريال انجري ممكن بدل ما يعمل اند تو اند واند تو اند بانتر بوزيشن بجرافت يعني، ممكن يربط ويربط ويعمل اند سايد واند سايد، فهيعمل ارتيريوتومي برضه. ولكن دي بتهم اكتر اللي شغال فاسكولار كيف الفاسكولار سيرش، يبقى عاوز يعرف يفتح بطول ولا بالعرض، ثم يفتح قد ايه. طب انا هعمل ارتيريوتومي بالعرض عشان امبوليكتومي، اعمل قد ايه؟ ارتيريوتومي قد ايه؟ ربع السيركمفرنس ولا تلت السيركمفرنس ولا نص السيركمفرنس ولا تلت ارباع السيركمفرنس؟ ايه رايكم؟ تفتكر رقم 2 ل 3 يعني ايه؟ 2 ل 3 يعني من تلت النص. يعني ليه مش ربع؟ طب ليه مش تلت ارباع؟ خلاص رحت الكومبليت ايه؟ ترانزاكشن. فهو من تلت النص اوف ذا سيركمفرنس، يمكنك من غير الدروباك ان هو يقطع خالص. اتفقنا؟ طب لو هفتح بالطول برضه افتكر 2 ل 3. 2 ل 3 تايمز الديامتر مش السيركمفرنس بقى. يعني لو عندي ارتري 6 مللي، على الاقل افتحه سنتي 2 من 10 ل 18 مللي 2 سم عشان اعمل انستموزس.
يبقى الارتريتوم اللي بالطول 2 3 ايه؟ الديامتر. الارتريتوم اللي بالعرض 1/3 1/2 سيركمفرنس. طب هنعمل ارتريتوم بايه؟ بالمشرط يعني امسك ولا بالمقص؟ يعني امسك المقص كده والارتري اقصه ولا بالمشرط؟ مشرط. مشرط رقم كام؟ 11 او 15. المشرط بيبقى له بليد، تحب تفتح الارتري والبليد ناحيتك زي ما كنت قطعت في الطاير ولا البليد اوي؟ اوي. خد بالك بقى في الحته دي، لو انت عملت اكسسيف بريشر او صادن بريشر عملت مشكله. عارف عملت ايه؟ خدت بصيده. طيب يبقى احنا مش عاملين لا اكسسيف ولا ايه؟ صادن. في مشكلتين تانيين. مشكله تانيه انك انت تشتغل على ارت بتعمل ارتريوتومي والارتري سايب، يبقى نمسك. انت بتهزر، انت لسه قايل في الاول نيفر تو جراسب فيسل ونيفر بوسبل، فانا مش همسكه انا هستدي. ايه الفرق بين تمسك الفيسل وتستدي؟ تمسك الفيسل يعني هتعمل كده كده، مسكت الفيسل. انا هستدي يعني هاجي من تحت وارفعه كده بس، خليه استدي. دي نمره واحد. نمره اثنين، مستحسن تعمل ارتريوتومي والارتري مليان والارتري فاضي. خد بالك مش مليان دم بيجري، ده دم بتوين كلامس ولا متفضي ما بين الكلامس؟ ها؟ مليان عشان تبعد مصير اوفر. مش كده وبس، عشان تعرف انك انت دخلت هتلاقي لك ايده في بلاد جات لك، يبقى دخلنا جوه الايه؟ اليوم. مش كده ولا ايه؟ ده الكلام اللي هيجيبه سبب. الدايركشن والايه؟ واللينز. اتفقنا ان الدايركشن حسب الانديكيشن، سعادتك هتعمل ايه؟ وقلنا لما بعمل امبوليكتومي بالعرض لان سهل اقفله دايركت، لكن لما افتح بالطول وانا بعمل امبوليكتومي غالبا هقفل بباتش، لان لو قفلت ارض في حجمه وسط هيضيق. متفقين؟ طيب هنعمل بقى انهي مشرط؟ 11 او 15. ايه رايكم في المنظر ده؟ البيت بتاع البتاع ده اللي تحت، البيت يبقى فين؟ لفوق. مش بس بليد لفوق، لا، اتجاه الارتريوتومي اواي فروم يو. يعني بتعمل الارتريوتومي وانت واقف اهو اواي فروم يو. ولو هتعمل لونجتيونال ارتريوتومي هقول لك حاجه كويسه جدا، حط في دماغك انك هتعمل انستوموزس، فحط الارتريوتومي في سيرفس اكسبوزد الجرافت نازل مرتاح. يعني ما تجيش تعمل ارتريوتومي ورا بوستيريور. ليه يعني؟ ناقص وجع قلب؟ ولا تعملها ديد لاترال بعيد عنك. خليها في سيرفس فيسنج يو، بس بشرط يكون منزل الجرافت بتاعك ايه؟ مرتاح. تمام؟ الارتري سايب ولا ستيدد؟ ستيدد. والارتري مليان. المشكله في مين؟ في الصدر او اكسسيف ايه؟ بريشر. هتجيب مين؟ بوستيريو. تمام؟ تعرف انا دخلت ازاي؟ تلاقي نقطه دم ظهرت، يبقى انا دخلت جوه الايه؟ دخلنا بالمشرق. نكمل بالمشرق؟ لا، هنكمل بايه؟ بسيزر. اسمه ايه السيزر ده؟ بوكس. خد بالك من البوكس برضه، زي ما المشرط كان ممكن يعمل مشاكل، البوتس ممكن يعمل مشاكل. البوتس بيعمل مشكله فين؟ بيبوظه. وبالتالي القاعده وانس دخلت بالسيزر اللي هو البوتس، ارجوك الجينيو بتاع السيزر ده ينزل لتحت. ليه؟ عشان التيب يبص لفوق. سواء بتعمل ترانسفيرس بتكمله لتل او نص، طبعا لو هتعمل لنص يبقى هتستنب كده شويه والناحيه الثانيه شويه. او لو بتعمل اثنين ارتريوتومي يبقى انت بتكملها لغايه لما توصل ضعف او ثلاث امثال الدم. تمام؟ ادي لو انا بتكلم على الترانسفيرس تلت الى ايه؟ نص، مش اقل من تلت ولا اكتر من نص. ولو بعمل بالطول ماشي مرتين او ثلاث مرات مين؟ الدم. قبل ما نخش في الباسكولار سويتشرز،
بس هي بتكلم عن الفاشن اوف ذا لوتومي. لو في انجر، لو في انجر سيجمنت في الارتري قدامك حاجه من اثنين، يا تكنترول بليدنج وتربط والدنيا مش اسكيميك في كان ترانسفير او تكون حد فاسكولار تيك اوفر، او لو انا مش اكستم قوي على الفاسكولار استموزس فهحط قسطره نيلاتون واربط عليها ربطه من هنا وربطه من هنا وادي هبر سو لونج از مفيش اذر انجريز للبرين ولا تشيست ولا كلام زي كده. او لو انا اتعلمت شويه فاسكولار تكنيكس ومفيش جاب ممكن اعمل دايركت ان رير كونديشنز بعد شويه موبيلايزيشن، والطبيعي ان انا اعمل انتر بوزيشن جرافت. فبعمل انتر بوزيشن جرافت، بعمل الانز بوصل لحته يبقى مش بس الحته اللي انجر هي اللي حصل لها مشكله كانها لوست، انا كمان بسكريفايس سيجمنت لان النير باي سيجمنت هنا وهنا فيها مشكله، فبسكريفايس سيجمنت لغايه لما اوصل لهيلثي انت. يستحسن ما تقطعش كده، يستحسن ترفع بيفرنت، عارفين المكرونه اللي لاب تعمل بيفرنت سواء في الارضي او بيفرنت في البيت في الانتروشن جراف، ونفس الكلام من الناحيه الثانيه ويبقوا ايه الاثنين بيفرنت عكس بعض هنا وعكس بعض هنا عشان يبقى انستموزس. ما هياش دايرة قوي، هي دايرة مطولة شوية، فالإنسان سوستريكشن أقل شوية. تعال نتكلم عن الفاسكولار سوستريكشن. طبعا كلكم عارفين إن إحنا يعني أولموست دلوقتي ما عندناش غير هو البولي بروفايلين اللي هو التولين. ليه؟ لأن هو مونوفيلمنت وإيه؟ ونان أبزوربو. زمان كان في خيط تاني بيستخدم، ما عادش بيستخدم كتير، بقى مش موجود كتير، اللي هو اسمه إيثي بوند. كان نان أبزوربو بلا بس مش مونوفيلمنت. كان مالتي فيلمنتس، لكن دلوقتي مين؟ بنستخدم البرولين. طيب يعني هو كده بس برولين وخلاص؟ لا، انهي سايز؟ يعني ممكن اخد مثلا برولين 3 زيرو، ايه رايك؟ او 2 زيرو، او 4 زيرو، او 5، او 6، او 7 حسب الفيسل. يعني الاورطه كام؟ 2 3. ايليا كام؟ 4 5. فيمورال كام؟ 5 6. كرورا اللي تحت خالص كام؟ 6 7. يبقى حجم الخيط على قد حجم الفيسل، ده بناء على الضغط جوه الفيسل عامل ازاي. تمام؟ ده مين؟ ده السوتشر ماتيريال. طب ايه رايك في الابره؟ الابره بيبقى ليها كذا وصف. طبعا كلهم ايلس مين؟ يعني ايه ايلس؟ ما بتنضمش. الخيط راكب في الابره. ما فيش فاسكولار سوتشرز بخيط بيتلض، ما فيش. تمام؟ لكن في مواصفتين في الابره مهمه جدا، التب واللينس. مش اللينس، الكيرف بتاعها. تعتقد لو احنا استخدمنا ابره كاتنج، ايه رايك؟ يعني ما ينفعش نستخدم كاتنج؟ متاكد؟ اه صح، ما ينفعش نستخدم كاتنج بتهزر الا في حاله واحده. وما اسمهاش قطن، اسمها كالسيوم قطن. لما يبقى في كالسيفايد فيسل بناخد الابره دي بس ننساها. لكن الروتين مين؟ نمره اثنين، تحب الكيرف بتاع الابره يبقى نص ولا اكتر ولا اقل؟ الكيرف بتاع الابره اكتر، يعني 5 تمان ده دايره ولا 3 تمان دايره؟ نص دايره؟ حسب ايه؟ لما ناخد القواعد بتاع السوتشرز هتلاقي انت لازم تطلع الابره في الكيرف بتاعها. فين؟ الونج الكيرف بتاعها. والا هتغير الخرم اللي بتعمله الابره من خرم الى سليت. فاهمين؟ فتعتقدوا لما نخرجها في الكيرف بتاعها، الكيرف بتاعها هيخلص بدري امتى؟ يبقى اكتر من نص ولا اقل من نص؟ يبقى الاحسن لي استخدم اقل من نص ولا اكتر من نص؟ اقل من نص. فمعظم ابر البصره اللي مكتوب عليها 3 تمام، معرفش انتوا شايفينها من هنا ولا لا، يعني من تحت هنا اهو، طبعا دي هيزي سلمه 3 تمام، 3 تمام ابر ايه؟ 3 تمام ناقص ظهر وسكوتشر ومنطقه زي الفلوريدا 3 تمام. الاشكال المختلفه للايه؟ لاحجام ايه؟
نص دايره. ليه مش نص دايره؟ الخط موجود يا باشا على الترابيزه. اه بصوا عليه، بصوا عليه، كان مكتوب عليه ثلاث اتمام مش كده ولا ايه؟ ده جميل جدا، وسيرج برو حاجه جميله جدا. تمام، ده مكتوب عليه ثلاث اتمام، والعلامه بتاعت انها راوند اللي هي دايره وفي نص جواها نقطه. العلامه اللي بتاع الكاتنج غالبا بتلاقي جواها زي علامه مرسيدس كده او حاجه. وعرفنا ليه بناخد ثلاث اتمام، عشان ما نحولش واحنا بنسحب الابره لطول لسلت. ده منظر مين؟ ده منظر الكالسيوم كاتنج اللي هي على الشمال. تعال بقى ندخل بقى على ايه؟ على المفيد. سوتشرنج ايه؟ تكنيك. هنخلص ازاي؟ احنا عرفنا كام حاجه دلوقتي؟ كام؟ لا 8، ده فاضل لي حاجتين بس، يبقى فاضل ايه؟ 8. عارفين القصه دي ولا مش عارفينها؟ فاضل لي قد ايه؟ مش كده؟ عارفين القصه اللي هو راح يصلي ولا كده؟ قال له انت نسيت ركعه؟ صلاه رباعيه، فبيقول الامام انت نسيت ركعه. فقال له لا، قال له انت الوحيد اللي فاكر والناس دي كلها مش فاكره. قال له انت نسيت ركعه؟ قال له ايه خلاك متاكد كده؟ قال له اصل انا عندي اربع محلات، كل ركعه بخلص حساب محل، وفي محل لسه ناقص، فانا عندي حاجتين لسه ناقصين، يبقى انا قلت كام؟ تمام؟ تعال نقول لهم ناقصين تاني مين؟ هاندلنج فيسل، سكشن اوف فيسل، فيسل كنترول، كلامبنج، ارتيوتومي، فاشنج اللي هي ارتيل انجري، سوشيال ارتيريال اند نيجلز. هنتكلم بقى على السوشيال تكنيك، ثم هنتكلم عن نقطة ايه في السوشيال تكنيك. تحب تقول ايه؟ والله احب اقول نمرة واحد ان احنا بنمسك الكبرى ازاي. طبعا كلكم عارفين ده قاعدة، مش بس فاسكولار، دي قاعدة فين؟ جراحة ايه؟ عامة. تلتو ايه؟ تلتو وتلتين. حد سأل نفسه ليه تلتو وتلتين؟ ليه مش من النص؟ وليه مش تلت ناحيه التب وتلتين ورا؟ وليه مش قرب الاند هنا او هنا؟ هذا الوضع هو اكتر وضع يدي عزم وكنترول ومسافه محترمه للابره في ترانزفيرس تيشوز. عاوز ثلاث حاجات. طب يا ترى نحط الابره على النيدل هولدر على طرف النيدل ولا ورا شويه ولا ورا خالص؟ يعني تلاقي حكيم مديلك الابره كده. ها؟ تخيل ربنا خالق كتفك والدراع والجوع والساعد والريست عشان دول، يبقى كل ما كنت على الطرف كنت مور بريسايز. مش كده وبس، تحب تبقى الابره على النيدل هولدر 90 درجه ولا اكتر ولا اقل؟ يعني الابره كده، النيد هولدر كده، ولا الابره طالعه لبره ولا راجعه لجوه؟ الصح تبقى سنه لبره، سنه صغيره، دي اكتر من الفرابيلتي. ولكن قد تكون 90 وريرلي انها تكون اقل في سيرتن سايتس. بلس ان الابره ممكن تبقى كده وممكن تبقى الابره العكس. يعني كده كان جزء الابره كده، دلوقتي بقى جزء الابره كده. دي اسمها ايه ودي اسمها ايه؟ دي اسمها باك هاند، والاولانيه اسمها فور هاند. فور هاند وباك هاند، كل ده معتمد حسب انا عاوز ادخل منين لفين. دي شويه قواعد في السوتشرنج. قاعده اخرى بتقول ايه؟ بتقول لما اجي اخش اخد انستموزس يستحسن لما تيجي في الارتري، في الارتري ادخل من جوه لبره. سيبك بقى من جوه لبره وبره لجوه عشان ما تعقدش نفسك، بس انا لو معايا ابرتين اخش بالابرتين او وات ايفر بدايتي من جوه، بس ات ذا اند لازم النوت تبقى بره. طب هما ليه الناس حبوا يخشوا من جوه؟ قال لك عشان الارتر الباثولوجيكال ممكن تلاقي الانت سايبه عن بقيه الايه اللايرز، فلما ادخل من جوه انا متاكد اني خدتها وتاكد مع بقيه اللاير، لكن لما اخش من بره ممكن ما خدتهاش، فلازم اتاكد من واخدها.
يعني اللي منكم هيخش من بره يبقى بيتاكد ان هو واخد الانتر، لكن اللي داخل من جوه هو اوريدي بوز الابره كان على الانتر هو واخدها واخدها. تمام. بنخش على الفيسل عمودي على الفيسل وبعيد عن الايدج مينيمال وبعيد عن اللي قبليها ملي ممكن اكتر شويه. وانا بدخل مفروض الدخله دي عباره عن بوش الونج ذا كيرف وبعدين هسيبها عشان اسحبها من الناحيه الثانيه. طبعا انا بشتغل دايما بنيدل هولدر ونون توس دي بي مان برشر وانا باخدها من الناحيه الثانيه اطلعها الونج ذا كيرف وذا نيدل عشان ما احورش او احول الهول سليت. وبعدين لما اجي اشد الفتله دايما احنا في الانسان اسموس معظمنا بيعمل الاسموس ازاي؟ انفيرتد. اما في الفاكر تبقى ايه؟ ايفيرتد. ايفيرتد ويز ايفن تنشن عشان ما يبقاش في لوز سبيسز ما بين الغرز عشان انت عاوزها ووتر تايت. بتبقى بلاد تايت ما بيعملش منها بليتنج. مش كده؟ طب تعالى مع بعض نتعرف على هذا الكلام. ادي اول حاجه مسكت الابره تلتم ايه وعرفنا ليه وممكن النص بس الاحسن تلتم تلتين 90 درجه او سنه ايه منفرجه وبنانجل وممكن فور هاند او ايه باك هاند. دخلتي من بره ولا من جوه؟ مستحسن من جوه. تمام. الابره بتدخل مش كده لما اجي اسحبها اسحبها الونج الكيرف. مهم جدا ما قلتهاش لحضراتكم وانت بتسحب الابره ارجوك اوعى تسحبها من التب. طب لو لقيتش غير التب هي اللي باينه اسحبها منين طيب؟ يعني عادتها التب بس هي اللي باينه. ها؟ او ازقها سن. وخد بالك المنطوز نفسه ممكن يخليها برضه فيها مشكله. يعني اوعى تفكر ان الهولدر بس اللي هو هيأذي التب. ده ممكن المنطوز نفسه يأذي التب. ساعتها تتحول التب او النيدل كلها لبلاد نيدل مش ايزلي يوز هتلاقيها بتخش بصعوبه وبتخلي الدخله ما هياش بوينت ما هياش هول لا بقت سليت من الاول. تمام. بدون تدرس النيدل باي ذا ايه بوينت. تمام. عشان تقدر تكمل بيها بسيف برفورمانس افويد الريبنج. الريبنج ده انك انت بتسحب الابره كده مش بتسحبها الونج الايه الكيرف. الاثنين اي في اللي قلنا عليهم تبقى اي فيرتد ويز ايفن تنشن. اخر حاجه هنعمل ايه؟ نقطه يا ترى تربط كم عقده؟ ثلاثه اكتر شويه خمسه زود ثمانيه 10 12 6 8 المينيمم 5 اقوى 8 واحده منهم عكسهم يعني ما ينفعش كله يبقى في نفس الاتجاه. تمام. اللي هي الجبال كل واحده منهم ويف او عكس الايه. هو ايه هدف النوتنج؟ لما بعد يعني خدت جوز وبعدين بعمل نوتنج عقده. ايه هدف النوتنج؟ عقده. ايوه فاهم. ايه الهدف يعني؟ ايه الفانكشن؟ عشان ايه؟ ميموري لا الميموري دي حاجه ثانيه. الميموري دي الميموري دي يعني لما اطلع الخيط كده الخيط ده كان موجود جوه الانبول عامل كده. فلو الخيط انا ماسكه عامل الويبز دي كتير قوي يبقى ده له ميموري. الخيط اقدر افرده كده ميموري قليله. ده ملوش علاقه بالكنترول. Why you do nothing? A. أقول لك النوتنج له ثلاث وظائف. أول وظيفة حاجة اسمها placement knot. يعني هذه النقطة في الخيط هي آخر الكونتينوس وقفت. ثاني وظيفة اسمها tension knot. ما يرخرخش. ثالث وظيفة locking knot ما يفكش. يبقى انا بعقد عشان تيجي العقده هنا
بالتنشن ده وبعد ما قص الخيط ما يفكش. فليها طريقه وتبر في اي اتجاه لازم واحده عكس. ليه؟ لان انا لو جبت مش لازم في باسكت بسوز اي كونتينوس اي سيمبل حتى سوشن سيمبل انتراب اول عقده بليسمنت تاني واحده انا ممكن اخلي البليسمنت والتنشن في واحده لو خدتهم اثنين ورا بعض بس الاولى بليسمنت والثانيه تنشن واللي عكسهم اسمها لوكينج. وصلت؟ ومش ده السؤال. السؤال يا ترى تحب تعمل لوكينج والكلامبات محطوطه ولا والكلامبات متشاله؟ تشيلهم على اول تنشن. يعني ايه الميزه؟ الميزه انك انت الكلمبات متشاله انها تملى مبقاش في بيرس سترينج. لا بالعكس الليكج اربطهم الاول بعدين افك بس الربطه وهما مفكوكين بتعرفك انهي تنشن موقف من غير بيرس سترينج مش كده؟ لكن العيب ان انت بتربط وفي فلو شايل الكلامبات ممكن قطع الخيط. فقال لك يا ترى نحطهم ونربط ولا نشيلهم ونربط؟ نقعد يعني. قال لك اكسلنت شيل الديسك. فانت كده مليت بس من غير بريشر. وبعد ما تعمل النوتنج كاريال تشيل ايه؟ كان زمان قبل ما يعملوا النوتنج والكلام ده يحطوا صلاين جوه وكلام زي كده عشان لو في هواء ما يعملش رزق. الحقيقه الكلام ده يعني ايه؟ ايه بيرس بعد ابو التعليم؟ ايه فاهم؟ في بيرس بعد ابو التعليم. ايه؟ بيرس. بيرس ترينج انك انت مثلا الارضي حجمه اهو كويس؟ وانت واخد ترانسفيرس ارتيريوتومي نص الارض لو شديت عليها تلاقي بدل ما الارض حجمه كده حجمه بقى كده. عارف كيس الفلوس؟ ايوه زي ما تكون حزمته زي بس سوتشر اللي خدها على حد الناس بس تمام. من كام؟ من خمسه الى ايه؟ ثمانيه. هنبدا مع بعض مين؟ الهانزون. نبدا الهانزون ازاي مع بعض؟ الترابيزه دي عاوز نشيل المفارش اللي عليها كويس؟ وبعدين هقول لكم واحنا قاعدين نشيل المفرش اللي عليها ونحط اللاف ازاي نعمل نقفل ترانسفيرس ارتريوتومي ازاي ايه؟ نقفل ايه؟ يا ريت نستخدم القواعد اللي قلنا عليها. هنوزع على حضراتكم جراف وانا اسلمه لحضراتكم اذا في حد هينوي لكم القصه دي. الجرافت ده معايا شنطه
ست ترابيزات ثنائيات. يعني احنا 24 بني ادم. 22 يبقى 11 بقى. بعد ما نشرح انا هوزع على حضراتكم كلمتين زي دول كده. الكليبس ده هتيجي تدوس عليه وهوزع عليه الجرافت، تمسك الجرافت في الكليبس من هنا وتكريت الكليبس من هنا بحيث يبقى الجرافت في النص. هات لي مثلا حالا دلوقتي هوزع عليكم الكلام ده بعد ما نقول ايه التكنيك. انتوا طفيتوا ليه؟ لا لا معايا. انت معايا؟ كويس. فركز معايا في التكنيك عشان انا هوزع عليك ده، وانت كل اللي هتعمله ارجوك خلي الخط الاسود ده لفوق، وتجاوزا سيبك بقى من المشط 11 والمقص البوتس، تجاوزا احنا هنعمل اسوس على طول، اقطع لي قرب نصه. كويس؟ وهنتعلم ازاي نعمل كلوجر اوف ترانسفيرس ارتريوتومي، وتعلمها صح، لانك انت لو عرفت تعمل كلوجر اوف ترانسفيرس ارتريوتومي تقدر تعمل اند تو اند، لان الترانسفيرس ارتريوتومي لو هي نص، الاند تو اند هي اتنين نص. وصلت؟ فانا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هشرح كلوجر اوف ترانسفيرس ارتريوتومي وهشرح بعدها اند تو اند، وهديك وقت كافي تعلموا مع بعض. تفتحوا الجرافت ده بس افتح في مكان يسمح بعد كده، يعني ما تفتحش يعني نص قوي، لا افتح على ناحيه، عشان عاوزك الجرافت ده هوزع عليك باتشات بعد كده او جرافت تاني تعمل اند تو سايد، فعاوز استغله نعمل بيه كلوجر وترانسفيرس ابتيوتومي. وتعلم بس ان انا ممكن اكررها كاند تو اند، هنقول التكنيك بتاعها هنعرفه، بس انا عاوزك تقفل ترانسفيرس ارتريوتومي. وبعد شويه هنفتح لونجيتودينال. انا بيني وبينك مش عاوزك تفتح بقى لونجيتودينال، عاوزك تمسك ده وتاخد منه كانك واخد منه باتش وترجع تخيطها تاني. وصلت؟ فخليكم معانا في اول جزء ازاي نعمل كلوجر لترانسفيرس ارتريوتومي، وهكمل ازاي نعمل اند تو اند وهقف، وانتوا هتبراكتس ده، واحنا معاكم انا والدكتور اشرف بيه، احنا معاكم بحيث هنسوبرفايز لو حد عنده سؤال عنده حاجه واقفه معانا نساعده. ركز معايا بقى هنا، تعال نعمل ايه كلوجر اوف ترانسفيرس ارتريوتومي. اسمع كلمه انجل اسمها ايه؟ في انجل اهي وانجل الناحيه الثانيه. فأنا معايا الخيط له إبرتين، طالما الإبرتين معايا هدخل بإبرة من جوه وإبرة من جوه، يستحسن أدخل بعد الأنجل بملي. بعد الإيه؟ الأنجل بملي. المنظر أهو. طب وبعد كده أقص واحدة، مفروض إن هقصها دي اعلق الطرف اللي مفروش الابره اللي خدت الابره منه على مسكين، واخد الابره اللي بقت حره الفتله بتاعتها، وابدا الناحيه الثانيه مش عارف اخش من جوه لانها ابره واحده لازم اقعد تبقى بره، مضطر اخش من بره بس واخد الانتما، طبعا ده جرافت مفروش انتما فمش فارقه لا خدت من بره ولا من جوه، واخرج من الناحيه الثانيه الداخله سواء الداخله او الخارجه عند الانجل بره الانجل بملي واربطها واتحرك نص المسافة بالفتلة دي ونص المسافة بالفتلة دي. الطريقة دي بيسموها هاف كونتينوس. اسمها ايه؟ هي كونتينوس وكونتينوس بس متنصصة. تمام؟
وفي الاخر يبقى انت قفلت. ليه ما خدتهاش من الاول يا اخي مره واحده؟ احنا كل ما تقرب من انجل بقى هناك صعوبه. من جوه اربط وكمل معاها. كل ما قربت من انجل كل ما بقى في صعوبه انك تبقى سكيور واخد الهند. فانت واخد الانجل دي والدنيا مفتوحه والانجل دي والدنيا المفتوحه واخر جزء وانت بتبراكتس هتلاقي لما تشد الاثنين كده ما لازم تساعدوا بعض. لازم وانت داخل في قواعد كده. لازم الابر الفتل يعني مشدوده. ولما اجي اخش بالابره واطلع اللي بيشد لي الكونتينوس يشد لي الكونتينوس في اتجاه خروج الايه؟ الابره. لو عملت زي ما انت بتقول وبدات بانجل ونهيت في الانجل الثانيه ممكن كل شيء ممكن بس مش كل شيء صح. تلاقي نفسك انت بتاخد الانجل الثانيه انت مش شايف. طب انا وانا باخد اخر غرزه مش شايف بس مش مشكله مش انجل. ده تو ايدجز بقوا انفيرتد. سهل اخدهم ايه من غير ما انا واخد حاجه ورا. تمام؟ ده المنظر. اللي هو مين؟ ترانزفيرس. كلوجر ترانزفيرس. الاند تو اند ما هي الا؟ اثنين ترانزفيرس نص. طب اعمل ايه؟ قال لك لو الارتري مقطوع مثلا اهو الارتري مقطوعه. مقطوعه. عاوز اعمل اند تو اند. كان زمان يقول لك خد عند الساعة 3 وعند الساعة ايه؟ 9. يبقى انت حولته الى مين؟ نصين. كانك بتقفل ترانزفيرس. قال لك لا الحركة دي مش كويسة، خد عند الساعة 6 وعند الساعة 12. يعني لو خدت عند 3 و9 انت محتاج تعمل القطر ازاي؟ لكن لو خدت عند 6 و12 انت دوت 90 درجة بس لفة، 90 درجة لفة خدت. معايا؟ فدي طريقه في الاند تو اند. في طريقه ثانيه ان بدل ما احولهم ل 6 و 12 احولهم لمثلث. يعني اخد ثلاث غرز بثلث السيركمفرنس. بحيث كل لاين بشتغل عليه شادد الفتله اللي قصادهم. يبقى الوول ده صعب اجيبه ستيل وول يبقى مثلث. زي ما انت عاوز بقى. غالبا غالبا الاسهل 6 اللي هي تحت ودي بقى ايه؟ 3 الا 9 ونص غالبا كده. غالبا. طب تعالى نبص على الاند تو اند في المره. ده عملهم ايه؟ كام؟ 6 و12 وهيبدا كل نص انه بيقفل ترانزيت. ده بقى حركه ثانيه اللي هو البيفلينج. ميزه البيفلينج ان طولت الانستموز شويه فبقى البيرس سترينج كمان اقل. معايا؟ طبعا ممكن اعمل اند تو اند. تمام؟ دي اللي هي ايه؟ اللي هي تراينجل. تمام؟ بس احنا هنبراكتس عشان خاطري خليك تبراكتس اللي هي 6 و12. 6 و12. بس انا عارف حضرتك قلت يا اما 6 و12 او 3 و9 3 و9 او 3 بتعملها زمان بس محتاجه الاكتر يلف لفه. ما هو انا قصدي ممكن اعمل له توستنج على تيب ولا حاجه ولا التويست كلام عشان مشكله. بتتويست الكلام بنفسه. الكلام كان عامل كده بتعمله كده. طب وليه؟ تمام؟ يعني هي هتهيل المشكله وكده احنا ما خلطناش. المشكله اللي هي ورا لا خد العمليه خد انا عندي 6 حضرتك 6 كده و12 كده. او يعني ايه ما خلطناش؟ احنا مفيش بس لازم يتخيط تو ولا راوند. انت بتتكلم على ايه اللي ما خيطناش؟ انا فهمت ان هي زي زي الميرور لايك يعني الساعه 3 في الديستال اند وقابلها الساعه 12 مش كده؟ على دي مش كده؟ اه 6 و12 كويس؟ اه ده كده ان في ابره هتخيط كونتينوس الول اللي ورا اللي بعيد عنك والابره الثانيه هتخيط الول اللي ناحيتك كده الفيو ميديال برضه ميديال ولاترال ماشي خلاص ده ما يدور ماشي كل غرزه غرزه مل من الايدج على الاقل مل من اللي قبليها على مش على الاقل يعني اراوند ممكن تزيد شويه تمام في ناس تخليها 2 مللي على حسب طبايت كل ما بعدت من الايدج كل ممكن سبيس لكن كل ما كنت قريب كل ما كان احسن الراديال بقى انتربت الراديال ده عشان اعمله كده هي
الراديال عشان اعمل كده اهي فالراديال انتربت كل غرزه لوحدها اهو ادي الراديال عامله ازاي؟ انتربت تمام؟ خلينا مكاننا دقيقه واحده بس لغايه لما اجهز كله علشان تاخد الدرافتات على طول لازم اكل التو انجلز الاول ازاي يعني لازم تاخد التو انجلز عشان اللي بيساعدك يعرف يساعد يعني الابره الفتله فيها ابره سيجمنت منه وافتحها بالطول احاول الى مستطيل ريكتانجل قدامي ان احول الريكتانجل ده للمنظر البيضاوي ده او المنظر شبه الهكساجونال ده او المنظر اللي تحت اللي هو الايه المثلث اللي هو مسحوق قوي تعتقد انهي واحده فيهم احسن انهي باتش احسن انهي اللي تحت خالص هي اوحشه لان الانجل مسحوبه جدا كل ما كان الانجل الارضي راحت على الباتش الى لاين مش زاويه كل ما الانجل بقت مفتوحه فالاثنين دول احسن من المنظر اللي تحت معايا طب ده ازاي نعمل باتش طب نقفل بيها ازاي ولا حاجه غرزه في الباتش يعني الباتش غالبا فين الباتش ليها سيرفس ادفنتيشيا وسيرفس ديل مع اللي هو الانتما بتاع الباتش
اروح داخل بالابره في الباتش من بره بالانفيكشن بتاعتي في الانت بقى لازم اخش من الانت بتاع القطر مش كده؟ بقى لازم اخش في الانت بتاع القطر من جوه بقى انا اتاكنج الانت بس مربوطه ونفس الكلام من الناحيه الثانيه اسهل بس احيانا ببقى عاوز امشي بالفتله دي ميديال ولاترال شويه المنظر ده امشي بيها شويه ميديال وشويه لاترال لغايه ما احكم الطول اللي انا عاوزه دايما لما اخد باتش اخدها اطول سنه واشيل الزياده احسن ما تبقى اقصر سنه ولاقي نفسي بايه باخد صغير في الباتش وكبير في الارض معايا واروح واخد فتله كملها للنص اهو على فكره ممكن اكمل واحده منهم داير ما يدور اهو وممكن اخد قبل ما اكمل دي داير ما يدور اخد واحده في الانجل الثانيه واعمل زي ما عملت في النص ده معايا اهو ده زي نقفل بباتش تمام الحقيقه القفله باتش هي هي اند تو سايد ما هي الباتش هي زي ما يكون بق السايد يعني اللي يعرف يقفل بباتش يعرف يعمل اند تو سايد انستوس واللي يعرف يعمل كلوجر اوف ترانسفيرس ارتريوتومي يعرف يعمل اند تو اند انستوس تمام ما هي جوز السايد جوز الاند دي كانها باتش نازله على الانتين ارتريوم وصلت دي ثيوريتيكال انا رايي نبراكتس اكتر قفل ترانسفيرس ارتريوتومي من اند تو اند لغايه لما الماستر ات كويس ونحن عارفين البرنسبل ده نقدر نعمل اي انستوس زي ما بقول حضرتك سافينس او في سنسيتك باتش يعني انا ممكن اجيب لك باتش من جرافيك يعني افتح الاستاف الاسود اه نكمل باتش